تعال احكي لكم قصه تعرفكم عظمه الاسلام. الرئيس الامريكي الراحل نيكسون كان له مستشار اسمه روبرت كرين. روبرت كرين ده حصل بقى على دكتوراه في القانون العام ثم دكتوراه في القانون الدولي ثم اصبح رئيس لجامعه هارفارد للقانون الدولي ومستشار الرئيس الامريكي نيكسون للشؤون الخارجيه ونائب مدير مجلس الامن القومي ويعتبر احد كبراء الخبراء السياسيين في امريكا. يعني خلاص كان مقفل اللعبه في القانون تمام. في احد الايام اراد الرئيس الامريكي نيكسون ان يقرا عن الاسلام فطلب من المخابرات الامريكيه انها تعد له بحثا عن ذات الموضوع وبالفعل نفذوا أوامره ولكن بحثهم كان طويل بعض الشيء فطلب من مستشاره بقى روبرت كيرن ان يقرا له البحث ده ويختصره وبالفعل قرا روبرت البحث وبعد كده ذهب يحضر ندوات ومحاضرات اسلاميه عشان يتعرف اكتر على الموضوع. وما هي الا ايام حتى دوى خبر اسلام روبرت كيرن ارجاء الولايات المتحده الامريكيه بالكامل. سمى نفسه ايه بقى؟ فاروق عبد الحق. ويقول في سبب اسلامه بصفتي دارس القانون فقد ردت في الاسلام كل القوانين اللي درستها بل واثناء دراستي في جامعه هارفارد لمده 3 سنوات لم اجد في قوانينهم كلمه العداله ولو مره واحده. هذه الكلمه وردتها في الاسلام كثيرا. اسلم سنه 1981 وسمى نفسه فاروق تأسام بفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه الذي كان اماما للعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ايه بقى؟ كنا في حوار قانوني وكان معنا احد اساتذه القانون من اليهود فبدا يتكلم ثم بدا يخوض في الاسلام والمسلمين فاردت ان اسكته فسالته هل تعلم حجم قانون المواريث في الدستور الامريكي؟ قال نعم اكثر من 8 مجلدات. فقلت له لو جئتك بقى بقانون للمواريث فيما لا يزيد على 10 سطور فهل تصدق ان الاسلام دين صحيح؟ قال له نعم لا يمكن طبعا. قال له فاتيت له بايات المواريث من القران الكريم وقدمتها له فجاني بعد كام يوم وقال لي لا يمكن لعقل بشري ان يحصل كل علاقات القربه بهذا الشمول لدرجه انه ما نسيش يوزع عليهم الميراث بهذا العدل اللي ما يظلمش حد. ثم اسلم هذا الرجل اليهودي الدكتور روبرت كيرن اللي هو فاروق ما زال حيا يرزق عنده 91 سنه. اللهم عزنا بالاسلام وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. سلام.